تركيزنا على النقل العام وتركيزنا على القطاع العام، كان هنالك ايضا رساله من قبل السيد وزير النقل بان يكون هنالك او توجيه من يكون هنالك تركيز على النقل الخاص ايضا. فكانت هنالك دراسه من قبل الشركه العامه اداره النقل الخاص بتفعيل موضوع التاكسي الوطني. هذا عباره عن منظومه متكامله لها علاقه بالمعلومات ولها علاقه بالبيانات ولها علاقه بتقاطع المعلومات ايضا، وكذلك مزود بمنظومه الجي بي اس، وايضا راح يكون لكل محافظه لون خاص بها من خلال التاكسيات. هذا راح اولا يقلل الانبعاثات اللي موجوده، صديق للبيئه، راح يكون يعني هو يساهم بعدم حركه اصحاب التاكسيات في بغداد. نعم. والمحافظات راح يكون هنالك توجه من قبل يعني سائق التاكسي للزبون اللي موجود قريب من عنده من خلال موقع الكول سنتر اللي راح توجه الشركه العامه لاداره النقل الخاص بالتعاقد مع عدة الشركات. ايضا راح يكون هنالك تقليل لكلفه المواطن لاجره التاكسي، راح تكون مراقبه. ايضا راح يكون هناك دورات خاصه بهذا الموضوع فيما يخص التعامل والاتيكيت من قبل صاحب التاكسي. نعم. والمواطن.